طالما جسدت الحلم الأمريكي فهي ليست كباقي الولايات المتحدة. مئات الآلاف، ربما الملايين، يسعون لأن يكونوا جزءاً منها. سائح، طالب، عامل أو رجل أعمال، قد تجدهم بين هؤلاء في هذه الشوارع المكتظة النابضة بالحياة، وفي كل ركن من أركان ما تعرف بمدينة الأضواء وعاصمة المال والأعمال. لكن النبض بدأ يتوقف شيئاً فشيئاً، إلى أن وصلت لحظة الصدمة. نيويورك تترنح على خط المعركة. الولايات المتحدة تحت رحمة الفيروس. عزلة يعيشها الأمريكيون كغيرهم من شعوب العالم لحماية أنفسهم من خطر الإصابة. فيليب مسعود، صاحب سلسلة مطاعم في نيويورك، يعيش عزلة مزدوجة بعد قراره بغلق المطاعم وتسريح أكثر من 150 موظفاً. جيت على أمريكا سنة 1985، وأنا شيف وصاحب مطاعم، أنا وخيي، وصلنا تقريباً 14 سنة بالمهنة بنيويورك. عنا تقريباً 150-160 موظف. شفنا البزنس عم بيقشط، قشط 30%، بعدين قشط 50%، قشط 65%، ولاحظنا انه ما كان في مجال نكفي مثل ما كنا، وللأسف اضطرينا نسكر ب 15 مارس، وبالوقت الحاضر مسكرين إلى الأبد. فيروس كورونا يقبض الأرواح والاقتصاد. نيويورك لديها ثالث أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة بعد كاليفورنيا وتكساس، فيعادل اقتصادها أكثر من 6% من الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي. ومن بين القطاعات الاقتصادية المهمة قطاع الضيافة المتأثر جداً في الوقت الحالي، فالمطاعم كصناعة خسرت ما يقدر بنحو 25 مليار دولار وأكثر من 3 ملايين وظيفة، ذلك فقط خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس الماضي، وفقاً لجمعية المطاعم الوطنية الأمريكية. أخذنا القرار أنه أسلم شيء أنه نسكر كلياً ونطلب من موظفينا يقعدوا بالبيت ويهتموا بصحتهم ويهتموا بعيالهم، ودفعنا لكل الموظفين كل المعاشات وكل الهيلث انشورنس لحديد آخر مارس، ودفعنا كل الفيكيشنز اللي كانت متوفرة للموظفين. حكايات أصحاب الأعمال لا تختلف كثيراً عن العاملين، فالأزمة تطال الجميع. Okay, my job, they closed on 3 weeks ago. They closed because the virus, the chef told us we are gonna be closed and we are gonna be provide some food what we have in the restaurant. So they give some food for all employers, and we didn't know when it's gonna be open or if it's gonna be open or not, because it's gonna be, this situation is gonna be longer. So we didn't know. I have a saving, but we have to use that for buy the food or pay the rent, but it's gonna be for maybe 3 months. What about after? After it's gonna be more difficult for us. الصدمة التي يعيشها الأمريكيون في واقع بلادهم يشعر بها كثيرون منا، فهي ليست فقط أقوى دولة في العالم، لكن خطاب الدولة منذ نحو شهرين يختلف تماماً عن رسائل اليوم. إنها تنذرنا بأيام صعبة. As I said yesterday, difficult days are ahead for our nation. We are going to have a couple of weeks starting pretty much now, but especially a few days from now that are going to be horrific. منذ عبور الأزمة من القارة الأسيوية إلى القارة الأمريكية،
يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً شبه يومي. اتخذ قرارات صعبة منذ البداية. Since the start of the outbreak, my administration has taken the most aggressive action in history to protect our citizens, including closing our borders very early, a lot earlier than people wanted us to do. حاول طمأنة شعبه بالإعلان أكثر من مرة عن موعد قريب لحل الأزمة. We are coordinating with the Chinese government and working closely together. حتى أعلن حالة طوارئ وخطة $50 مليار لمواجهة كورونا بعد شهر ونصف الشهر من اكتشاف الإصابة الأولى داخل البلاد. Winston Churchill once said of America, you can always depend on America to do the right thing after they've tried everything else. You know, we sometimes are slow to start, but the ending is very strong for America. That happened in World War II in terms of mobilization. It's happened, you know, multiple crises across our history. So I expect that to happen again in this very difficult time. I think the federal government was way behind the wave here, and they know that. We probably lost a month or more in terms of testing, respirators, personnel, PPE, the kind of things that become all critical when this crisis surges upon us. لحظة إعلان نيويورك منطقة كوارث لم تكن سهلة، فهي أولى الولايات المنكوبة. لتلحقها بعد ذلك ولايات أخرى في قائمة مناطق الكوارث وبدء تلقي مساعدات فيدرالية. ولأنها دولة تقوم على ديمقراطية مترامية الأطراف ومتناغمة في آن واحد، أظهرت أزمة كورونا توجهات مختلفة في الإدارة بين حكام الولايات الأمريكية والحكومة الفيدرالية. Emergency hospitals, federal emergency hospitals. Each one will have a capacity of about 250 people. حاكم ولاية نيويورك اتخذ مسارا جادا صارما صادما في بعض الأحيان. We know a little bit about crisis, and in crisis you're going to eventually tell the truth. You better tell it fast and on your own terms. Andrew Cuomo has done an excellent job at telling the truth. The truth in a crisis is the best form of propaganda. He's human, he's comforting. You know, New York has a remark, almost an exponential number of cases, New York State versus the rest of the US, the rest of the country, the rest of the world, if you will. It's the epicenter for the coronavirus. And in New York, everything is mobilized. The entire system. What is really scary, because we're probably a week or two or three away from the peak of this, if you look at the projections, and again, we just don't know an awful lot about what we're facing here. But New York is already experiencing a surge against its healthcare system. في واحدة من أكبر مستشفيات منطقة بروكلين دخلت كاميرا سكاي نيوز. حالات حرجة ومرضى يعانون أعراضاً خطيرة، والأمر لا يقتصر على كبار سن ولا شباب. هنا في غرفة الطوارئ يتم علاج 32 مريضاً، مع أن سعة الغرفة أساساً لا تتخطى 17 سريراً. Really the main effect that we're seeing is a significant effect on impairing the lungs' ability to provide the oxygen that the body needs, and then it spreads. It affects the heart. It affects the kidney. وعلى عكس مستشفيات نيويورك الأخرى التي تفتقد الإمكانات والمعدات، كانت مستشفى مايمونيديز مستعدة لمواجهة الوباء. ومع ذلك، قد يكون المستقبل مخيفاً للفريق الطبي. I think we're in for a significant period of seeing a lot of very, very ill patients. And this is going to put a strain on the system. We want to make sure that we have enough supplies, including PPE for the staff, including ventilators, high-flow oxygen devices. At this time, we do have sufficient supplies, but that's something that we're monitoring very, very closely. لتخطي المنحنى الخطر، أجبر الملايين في نيويورك على البقاء في منازلهم. ولأنها حلقات متشابكة، قفزت طلبات إعانات البطالة بوتيرة لم يسبق لها مثيل.
الأرقام المبدئية تقول إنه تم تسجيل نحو 10 ملايين طلب مع آخر أسبوعين من مارس، وفقد الاقتصاد الأمريكي أكثر من 700,000 وظيفة. اللحظة الاقتصادية الدقيقة جسدها هذا المشهد. إغلاق بورصة نيويورك وإجراء التداولات بشكل إلكتروني بسبب الوباء، وسط مطالبات بإغلاقها بعد التقلبات العنيفة خلال الربع الأول من العام. وإنقاذاً للاقتصاد، تدفع الحكومة الفيدرالية بخطة قيمتها تريليون دولار. فهل هي كافية؟ That's like first aid. That is critical aid to try to keep the U.S. and global economy alive. I mean, it's a very critical condition. It, in some ways, already seems worse than the 2008 financial crisis. The U.S. dollar remains the most important international currency. The Federal Reserve in the United States remains the most powerful central bank. That is not going to change for many years, but. The stress on the global economy, including the U.S. economy, is beyond anything we've seen. I mean, there is a risk of a depression scenario globally, and it's not something we just see in the United States. It's something we see in Germany, Italy, France, United Kingdom, Canada. And there was a major disruption already in China, of course, which seems to be lessening. So the effects and at the Southern Hemisphere might face this more, especially as they go through their winter. فوضى تعم أرجاء البلاد والخوف يقود المواطنين، لنشهد إقبالاً قياسياً على محل الأسلحة والذخيرة، وصل إلى بيع 2,000,000 قطعة سلاح خلال شهر واحد. والبلد أصلاً يعاني انتشاراً واسعاً للأسلحة النارية بين المواطنين. هكذا بين ليلة وضحاها مسار الدولة بأكمله تغير تماماً، وأصبح بعضنا يفكر أن حياتنا بعد كورونا ستختلف عما كان قبلها. سكان نيويورك يعيشون هذه اللحظة، لكن لكل قاعدة استثناء. جيريمي وتوري كسرا هذا المشهد المتأزم بقصة بدأت برقصة لتوري على سطح منزلها، ليبدأ التواصل بينهما من دون تخطي قوانين التباعد الاجتماعي. Hi, my name is Jeremy. I'm a photographer based here in Brooklyn, New York, and I'm 28 years old. I've been in New York for 10 years now. Yeah, my name is Tori. I'm a community associate for a co-working space in Manhattan. I'm 23 years old. You know, being quarantined in my apartment all alone, it could inspire creativity when you just have to literally think outside of the box. I honestly really wasn't thinking. That's just kind of the person I am. I don't mind being like a goofball and, you know, just being a little silly. And that's like, I've always been a relatively positive person, and that's kind of the way that I do things to make myself feel better. And, you know, I just figured like, why not dance? There's so much room. Like, I wasn't thinking anyone was like really watching. That's when I got the idea to connect with Tori via text message on, or via my number on a drone. This experience has honestly been a little bit rough for me, just because most of my family has tested positive for the virus. That also being my great aunt recently passed away due to the virus. So this has honestly been a really nice light in my life and in my family's lives. The energy of the city, of everywhere really, this situation has changed everyone's lives, literally everyone's. We have plans to go on an actual date to like a restaurant or a bar, and then we're just gonna take it from there. ثنائي خلق حالة بهجة تكسر كثيراً من الجمود والكآبة من حولهما، نقلها لغيرهما وهما في انتظار أول لقاء يجمعهما عندما تعود مدينتهما نيويورك إلى صورة مشابهة لما كانت عليه.